صار لي حادث سير الحمد لله، فهذا الشيء خلاني يعني نفسيا حتى مأثر. خلينا ننسى كل المعلومات. كان لسان الحال يقول ضياع، رهبة، التوتر. دخلنا وكانت الثيران على جنب. وكنت وقتها خايفة ومتوترة وعليها علامة خطر إكس ومدري إيش، وما توافقنا وعطني فرق دلتا. ما أوصف لك إشكال البنات وقتها، لأن إذا ما صبرت صراحة بتنهار. يعني أبدا لا يسجل، هذا طريقه له آخر، يغلط عادي. لا تركزون على الوجهة وتنسون عيش الرحلة. كانت هذه من أفضل الذكريات الصراحة. لما جيت بتخرج ومبسوطة وفرحانة بالتخرج، تأكدت إصابتي بكورونا، فهذا الشيء خلاني يعني السنوات اللي كنت أنتظرها ما كنت أنتظر يعني 1% إنه يكون هذا نهاية مشواري، إنه ما بين 4 جدران. ما قدرت أبشر جدتي ولا قدرت أفرح مع أهلي. كان التحدي الأعظم بالنسبة لي وقتها إني أكمل في تخصص صيدلة بكبرى. يعني تقريبا هذا التحدي، من يوم تعديته من يوم اجتزته الحمد لله، يعني اقدر اقول ان مسيرتي الدراسيه يعني صارت افضل بكثير، مرتاح اكثر، متقبل ومبدع اكثر الحمد لله. اكبر تحدي كان وفاة جدتي، كانت داعمه بكلامها الطيب ودعواتها، فكان اكبر تحدي اني اكمل المشوار. كانت لغتي الانجليزيه ما هي جيده مره، فكان بالنسبة لي هالموضوع يعني مشكل لي يعني حتى نفسياً حتى مؤثر. كنت أثناء المذاكرة كنت الوقت اللي أقضيه إني أترجم أكثر من الوقت اللي كنت أذاكر فيه. ما كنت من سكان الخرج، وبداية دراستي الجامعية ما كان مسموح للمرأة تسوق، فما كنت أقدر أسوق، كان في مشاكل مواصلات ومشاوير. لكن التحدي كان في إنه صار لي حادث سير في بداية دراستي الجامعية، أثر علي درجة في المستشفى فترة، فتأثيره كان كبير لدرجة إنه خلاني أسأل نفسي عائشة بتكملين في الصيدلة؟ ذيك اللحظة اللي قبل المد، كنا محضر ومذاكرة والشباب وجالسين راجع معلومات أخيرة قبل الاختبار 5 دقائق، خش علينا واحد من الشباب سؤال يخلينا ننسى كل المعلومات. حضور المحاضرات بالكلاسات وانه اجلس مع صديقاتي وقت البريك، اكثر شيء فقدته وجود الطلاب، زملاء الطلاب، اللي هو طبعا يعني جو الجامعه، يعني الواحد يحب انه يصحى الصباح وياخذ قهوته معه ويروح الجامعه، يعيش جو الجامعه، يعيش جو المختبرات. اكثر شيء فقدته هذه السنه اللي هو كان شوفت الكليه مليانه حياه ومليانه طالبات، دراسه بدون مشاكل تقنيه. أذكر، صدق إني أذكر. أعتقد معمل عقاقير، أول معمل وأول محاضرة كان لسان الحال يقول إن شاء الله أنه في المكان الصح. معمل الأناتومي أو الفسيولوجي، كنا ناخذه بمعمل الفارما. هذا المعمل اللي أتذكره، دخلنا وكانت الثيران على جنب. أنا عندي مشكلة مع الحيوانات اللي يغطيها فرو، ما أقدر أشوفها، حتى كانت بالصور ما أقدر أطالعها. معمل كيمياء العضوية، يعني حنا يمكننا صغار يعني كنا نشوف بالأفلام والأفلام الكرتون وكذا المواد الكيميائية يوم يخلطونها والألوان مدري إيش، فصراحة كذا دخلت كلاس أشوف كذا حواليني قوارير فيها مواد كيميائية وعليها علامة خطر إكس مدري إيش. أول معمل لي كان أورجانيك كيمستري، كان شعوري ضياع، رهبة، التوتر، يعني جالسة كذا، لأن كنا نتعامل يعني أورجانيك كيمستري مع المواد، تيوب، أدوات جديدة علينا، جو جديد علينا، فكذا أنا واقفة في الزاوية الأجواء كذا أسأل عائشة هذا الصيدلية اللي تبيها؟ هذا حلمك؟ أبو الفارق دلتا، والله كثرت عليه بكل أوروبا.
ذيك اللحظة أدركت إن الفار مخلوق سريع جداً لا نحش منه. أذكر أنه مسكت الفار وكنت وقتها خايفة ومتوترة، مسكته وطاح من يدي على الطاولة. ما أوصف لك إشكال البنات وقتها، كنت متحمسة، بس أعتقد أنه الفار بعد كان متحمس وما توافقنا وعضني، صار عندي كرت تطعيمات رايحة جاية للمستشفى. ومن بعدها أنا ما أحب نعمل الفار. عموماً الحيوانات أنا مصدقت ولا عمري يعني تعاملت مع حيوان سابق، لكن سبحان الله مع الفار ما بدايته كذا ما كنت أبداً أستحمل الفار، لكن بعدين طعمت الفار شرحت راج فمرة قويت يعني بالنهاية. كلينك فارماسيوتكس كانت الفارماكولوجي طبعاً كيمياء دوائية علم النباتات هي العقاقير عقاقير أورجانيك كيمستري صيدلانيات تطورت على عدة جوانب، لكن في جانب اللي هو يعني أنا اكتشفت فيني إني أحب التصميم من خلال الكلية، تطور هذا الجانب فيني، فعشان كذا أنا رئيسة لجنة التصميم. اصبر. شكرا. هذه كلها نتائج تجارب، أندية، أنشطة، تطوع، خدمة المجتمع، تجارب كثيرة 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 استفدت منها كثير. كل هالتجارب هي اللي صنعت عائشة الحالية، هي اللي كونت شخصيتي. اللي أنا فيها الحين قدامكم. اللي هو ترم التخرج، يعني أنا صراحة ما كان ودي إني أتخرج كذا، كان ودي أتخرج بالجامعة وحفل تخرج لكن يعني هبة الرياح ما تشتهي السفن. يمكن أفضلها كان رئاسة المجلس الطلابي، برضو كان في مشاركات الأندية الأندية في الكلية، برضو شاركت في يعني مشاركات تطوعية يعني في مؤتمرات أو في جهات تطوعية. في تجارب خضتها بالجامعة بدايتها كانت فاشلة وصراحة الفخورة فيها أكثر من الناجحة. لأنها كانت أساس بالنسبة لي ودتني للنجاح، فما أقدر أقول حالياً التجارب الفاشلة علي أذكرها بعدين، لكن التجارب الناجحة هي لما كنت كوردينيتر ما بين الجامعة ما بين مؤتمر الدفات. أول ما يطري علي كلية الصيدلة بقول طلاب الصيدلة، أصحاب مقاعد الدراسة، الأصدقاء، الإخوان، من أكبر وأول المكاسب بالنسبة لي. كان عندنا اختبار، كانت المادة شوي دسمة، كنت مرة تعبانة بمذاكرتها، خلصت من الاختبار ما كنت واثقة من إجاباتي، كنت شاكة بأغلب الإجابات. بعدين بعد ما خلصت من الاختبار قالت لي الدكتورة أنه ريوف so proud of you، يعني ما تتخيل المشاعر في ذيك اللحظة. سمت علي أقول هذا الجانب اللي ممكن كثير كانوا يخفي عليهم، يشوفوني ممكن أنا إنه أفكر وبادر دائماً، لكن الأفكار كانت بتكون مجرد أفكار لو ما كان في فريق عظيم معاي بالكلية. لازم أذكرهم، هم أميرة دريهم وعائشة الراجح، هديل طليان وأثير الشهراني، هذول الجروب اللي دائماً يخططون للكلية ودائماً معاي، مجرد ما أفكرهم ينفذون معاي ويخططون، لدرجة إنه سميت الجروب يعني لو أقدر أذكره بقول إنه سميت البحث في المليان. لما شاركت مع بنات في ملتقى البحث العلمي وسوينا لنا كتيب كان فيه معلومات عن الأدوية الخاصة بفترة الحمل وما بعد الحمل، كانت هذه من أفضل الذكريات الصراحة. أصبر ثم أصبر ثم أصبر، لأن إذا ما صبرت صراحة بتنهار، تنهار بشكل مبكر، فأصبر. حاب أقول يعني خلك طموح، خلك هدف، يعني خلك غاية تصل إليها، وخلك أكثر من خطة. استمتع بالرحلة، هذا طريق وله آخر، في آخر الطريق أهلكم ووطنكم ينتظركم، وأنا شخصياً من آخر الطريق أقول لكم كل التضحيات اللي ضحينا فيها كانت تستاهل. لا تقعون في الخطأ اللي تضيع فيه الكثير كثير كثير من الطلاب، اللي هو أنه يستشيرون طلاب ثانيين أو طلاب من كليات ثانية بأمور أكاديمية داخل الكلية، يعني مثلاً ليش أحذف المادة هذه، ليش أضيف المادة هذه، أبي أنزل مادة من المستوى الجديد، عندك مرشد أكاديمي، عندك وكيل كلية، عندك لجنة كاملة اسمها لجنة الإرشاد الأكاديمي متخصصة بالشيء هذا. أول شيء إنه لا الطالب لا يخلي خجلة يمنعه من شيء أبداً.
أبدا. لا مشاركة، خله يشارك عادي، يغلط عادي، اللي معه طلاب مثله ومثله. وجهة نظر عنده يقدمها، سؤال يطرحه، يعني أبدا لا يخجل. وثاني شيء الأكتيفيتي، الأكتيفيتي اللي أي يعني أي فرصة تحصل له خليه يشارك فيه. أنا ما سويت شيء صراحة ندمت عليه بعدين. أعرف إنكم راح تصلون لوجهتكم، لكن اللي حابة أقوله لكم لا تركزون على الوجهة وتنسون عيش الرحلة. لا تنسون التفاصيل، لا تنسون تركزوا مع التفاصيل، تخزنون الذكريات، تصنعون الذكريات، هي اللي راح تبقى لكم بعدين. خريجي جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز كلية الصيدلة دفعة 437، هذه الدفعة الاستثنائية، الدفعة التي عانت ولكنها بتميزها أبدعت وتميزت. أسأل الله لكم التوفيق، وإن شاء الله أراكم في أماكن تستحقونها وبأماكن بإذن الله حليفكم التميز بها. أهنئكم لاجتيازكم عام دراسي استثنائي، تلاشت صعوبته أمام جهودكم ومثابرتكم. هكذا هم طلاب وطالبات كلية الصيدلة، طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز. ألف مبروك التخرج، وتمنياتي لكم بالتوفيق وتحقيق ما تطمحون إليه. أبارك لكم تخرجكم، وأتمنى لكل صيدلي وصيدلانية منكم دوام التوفيق والنجاح. تذكروا دائما أنكم خريجي كلية الصيدلة من جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وستكونون سفراء الجامعة في ميادين العمل وخدمة الوطن.